يوم الإيدز العالمي أهميته أهمية الاحتفال فيه لزيادة التوعية من هذا المرض. النشاطات اللي أقيمت ولا تزال تقام في الأردن بمناسبة اليوم هي محاور طبعا فقرتنا مع ضيوف كرام نرحب فيهم. أهلا وسهلا فيك معالي الدكتور طاهر الشخشير وحضرتك أمين صندوق جمعية أصدقاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في منطقة المينا ميدل إيست أند نورث أفريكا. أهلا وسهلا فيك دكتور بسام حجاوي وحضرتك غني عن التعريف أيضا مدير البرنامج الوطني للإيدز ومدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. شرفتونا في برنامج يوم جديد موضوع كتير مهم. اسمح لي معاليك أنه أبدأ مع الدكتور بسام. احتفل العالم كله بواحد ديسمبر بيوم الإيدز العالمي. طبعا الأردن دايما بيشارك العالم احتفالاته بهذا اليوم. حبينا في بداية حديثنا نحكي عن أهمية هاليوم، أهمية الاحتفال فيه أيضا لزيادة التوعية، النشاطات اللي قمتوا فيها أنتوا شركائكم وأيضا اللي لسه إن شاء الله راح تكون مستمرة هدول الأيام أو يعني خلال هذا الأسبوع. يا ستي زي ما بتعلم أنه الأردن يعني أسوأ بدول العالم تحتفل باليوم العالمي الإيدز اللي هو بصادف الأول من شهر ديسمبر، والقصد هو ليس يوم واحد الاحتفال بنشاطات معينة لمرض قد يحتاج إلى عناية ورعاية حثيثة، هي تذكير الناس بحدث هام تختاره منظمة الصحة. العنوان لهذا العام جاء لا للوصمة والتمييز والتركيز على الأجيال، يعني أجيال بدون وصمة وتمييز، أجيال بدون إصابات جديدة، وأجيال بدون وفيات إن شاء الله. ترجمة الشعار أنه إحنا بنقول ما بدناش إصابات جديدة، يعني في توعية وتثقيف مستمرة. ما بدنا وفيات، أصبح هناك علاج ناجع وناجح لمرض لمرض الإيدز، وإحنا إن شاء الله بالمملكة متوفر لدينا رغم أنه مكلف، لكن إحنا بنوفره لجميع مرضى الإيدز حتى أنه مرض الإيدز يعني بعيش الأيام هذه بعيش. هلأ إحنا بنقول الوصمة والتمييز هذه المشكلة اللي بعاني منها المرضى وعائلاتهم. تعرف المرض مرتبط ب نقل أنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي خاصة، ولكن هناك طرق أخرى ينتقل عن طريق الدم، عن طريق المخدرات، عن طريق الممارسات الصحية غير السليمة. الأمر يعني يتعدى بأنه وزارة الصحة لوحدها تستطيع أن تكبح جماح هذا المرض وتوقفه. طبعا احنا كل هدفنا واستراتيجيتنا الوطنيه بتقول انه خفض معدلات الإيدز والمحافظه على معدلات منخفضه. بتعرف لانه العالم مفتوح على بعض والدول مفتوحه على بعض، بتكون انت اليوم هنا بعد 6 ساعات ويكون في دوله ثانيه، وبناء على اذا ما كان الشخص مسلح بالمعلومه الصح والمعرفه الصح كيف ينتقل المرض، وبالتالي قد يقع فريسته يعني بسهوله جدا. واحنا شبابنا بتعرف يعني احنا شبابنا بدرسوا في 230 جامعه بالخارج، وبناء عليه يجب على طلابنا خاصه بعد ما يخلصوا المرحله الثانويه انه تكون لديهم معلومات كافيه. يوجد في المناهج لكن في المناهج غير كافيه. نسبه الاصابات دكتور يمكن بالاردن احنا الاصابات عندنا قليله، يعني احنا تصنفنا من منظمة الصحة العالمية بأننا من الدول ذات معدلات انتشار منخفض، لكن الأمم المتحدة تؤكد بأنه إذا احنا أصرينا ونمنا يعني وأركنا أنه المرض منخفض الأمور هذه ما بصير، لأنها تستمر التوعي والتثقيف هم أساس. فإحنا بداية برنامجنا أول حالي كان تسجيلها في عام 86، لحتى أمس كان عدد الحالات 847 إصابة بالأردن، منهم 247 إصابة الأردنيين والباقي غير أردنيين. لأنه نظام رصدنا مستمر حول العمالة الوافدة اللي بدخلوا للمملكة، حول الأردنيين، حول الشباب اللي بيرجعوا من برا، حول المرضى اللي بيجوا يتعالجوا عنا، حفاظا على صحة الأردنيين. عندنا 247 إصابة، توفى منهم حوالي 99، وتحت إدارة البرنامج يوجد 112 إصابة، الباقي طبعا خارج المملكة أو يعني بيشتغلوا بالخارج. لكن عندنا 112 إصابة موجودين بالأردن تحت إدارة البرنامج وتحت العلاج وتحت الرعاية، لأنه إذا ما تم رعاية المريض والعناية به كما يجب فهو بشكل مصدر نشر المرض للآخرين طبعا. وبناء عليه إحنا طبعا في منهم ذكور حوالي 80%، في
أناث، الباقي 20% في فئات شابة، 150 حالة يعني 66% من حالاتنا بين الفئة العمرية 20 و40 سنة، يعني هم الأيدي العاملة والشباب. هلا احنا يعني لا نختلف عن العالم، عندنا إصابات بين متعاطي المخدرات، عندنا إصابات بتكون من الأم لجنينها، عندنا إصابات جنسية ونقل دم تقريبا من 88 ما عندناش أي إصابة داخلية بسبب السيطرة التامة لوزارة الصحة على الدم. الحمد لله. هلا احنا اليوم العالمي للإيدز سنحتفل فيه بعد غد في مدينة معان. نعم. سألني معالي أنه ليش معان؟ فأنا قلت له هي مدينة الثقافة الأردنية. الأردنية الثقافة لها تماس يعني مباشر مع المواطنين لأنه توعية. فإحنا يعني فعلا، وحتى كان مدينة الثقافة ستغلق قبل أسبوع، أجلوا الموضوع عشاننا عشان احتفالات يوم الإيدز. عملنا في جامعة الحسين بن طلال لأن الجامعة هي حدث، هي مكان مناسب طبعا للطلاب، بحيث ان احنا نصل الى اكبر عدد فيها الفئة الشباب اللي لا سمح الله ممكن انهم يوقعوا في براثن يعني بعد السلوكيات طبعا السيئه. احنا اضافي للموضوع انه احنا مش وحدنا، فجمعيه الصندوق العالمي طبعا هي اساس في الموضوع، وبناء عليه كان في مهرجان كبير عندهم اللي هو كان الدكتور طاهر يعني اساسي في الموضوع. كرنفال التراحم مع الدكتور طاهر يمكن مبادره كانت الثانيه من نوعها، الاولى ايضا لجمعيه اصدقاء الصندوق العالمي لمكافحه الايدز والملاريا والسل كانت في السنه الماضيه، وطبعا نجحت كثير الحمد لله، وبالمقابل كان في دروس مستفاده وعلى اساسها عملتوا كرنفال التراحم لهذا العام. قبل ما نحكي على الكرنفال أنا حابة من حضرتك إضاءة بسيطة ومختصرة على رؤية ورسالة وأهداف الجمعية اللي بالفعل عم يعني عم بتفعل كتير أكتر من هي مجرد رفع شعارات. شكرا. الواقع أنا بدي أرجع بس للي يعني ما سمع عن الصندوق العالمي لمرضى الإيدز والسل والملاريا. تأسس هذا الصندوق عالميا في عام 2002 وبدعم من الدول العظمى الثمانية و من مؤسسات خيرية عالمية مثل بيل غيتس وغيره من المؤسسات التي قاموا بدعم هذا الصندوق، ورصدوا حوالي 18 مليار لدعم الوقاية من هذه الأمراض والتوعية بمختلف العالم، أمراض وبائية. نعم. وبالتالي وللأردن أيضا نصيب من هذه الحصة وكافة الدول، وخصوصا منطقة أفريقيا اللي بتكثر فيها نسبة وجود مرض الإيدز في هذه المنطقة. هلا في العالم موجود في كل القارات وفي بعض المناطق هناك أصدقاء لهذا الصندوق اللي بيقوموا بدورهم بدعم هذا الصندوق والتوعية على مستوى الإقليم أو على مستوى البلد اللي هم مقيمين فيه. فكان المنطقة الوحيدة اللي ما كانش فيها موجود أصدقاء لهذا الصندوق العالمي هو الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فارتأت مؤسسة سميح دروزة بإنشاء هذه الجمعية في عام 2009. نعم. وتمت بحمد الله بالتأسيس وبدأت أعمالها ونشاطاتها، وكان النشاط الأول على مستوى الوطن هو الكرنفال الأول الذي تم في العام الماضي، والنجاح الذي تحقق في ذلك الوقت يعني شجعنا أنه نستمر بهذه النشاطات. وطبعا الشريك الرئيسي تبعنا هو وزارة الصحة، و اللي كان لهم دور كبير بالتعاون ما بين الجمعية والوزارة الصحة. احنا بدنا نرجع نحكي مع حضرتك بالتفصيل عن الجديد اللي كان بكرنفال التراحم، بس حابين مع حضراتكم ومع المشاهدين انه ندخل لاجواء الكرنفال الصحي الاول، وان شاء الله كرنفال التراحم كمان بيكون معنا الكليب يعني بعد فترة بنعرضه، لكن خلينا نتابع كرنفال الصحي الاول ثم نعود لحوارنا. الملاريا والسل هي أمراض خطيرة على الإنسان، فلذلك تأسست مؤسسة جلوبال فند، المؤسسة العالمية،
وهذه المؤسسة تجمع الأموال من التبرعات وتوزعها على الحكومات لتصرفها لمعالجة هذه الأمراض. دخلنا مع هذه المجموعة الطيبة اللي هي مجموعة Global Fund وأصبحنا أصدقاء لها في الشرق الأوسط. احنا طبعا تبرعنا بتأسيس هذه الجمعية بمبالغ لا بأس بها كشركة أدوية الحكمة وكمني شخصيا، وطبعا احنا مستعدين حتى نحافظ على استمرارية هذه الجمعية، مستعدين نتبرع تبرعات أخرى في المستقبل. الملفت للنظر انه الجهات اللي عم تتعاون مع الجمعية ومع وزارة الصحة في دحر هذا المرض والأمراض الوبائية بشكل عام كثيرة. يعني هون بيخليني أسأل معاليك انه يعني اكثر من 50 جهة هاي السنة استقطبتوا في كرنفال التراحم، وين السر؟ هذه بتيجي من رؤية الجمعية بانه التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا ما لها ما يعني لديهم علاقة بموضوع الرعاية الصحية والجمعيات مكافحة الأمراض، وبالتالي ايضا المؤسسات المجتمع المدني كان لها دور كبير في في هذا الكرنفال. زي ما تفضلتي حوالي 50 مؤسسة شاركت في هذا الكرنفال، وهذا كان تطور عن الكرنفال الأول، وشاركت فيه كثير. يعني خلينا نقول تم الافتتاح تحت رعاية سمو الأمير رعد ووزير الصحة وأيضا سفير النوايا الحسنة الفنان السوري النمس المشهور بالنمس الغاني يمكن نعم مصطفى الغاني مشهور بباب
باب الحارة. باب الحارة. نعم. وبالتالي انطلقت الكرنفال بعد الافتتاح بمشاركة كثير من المؤسسات. مظبوط كان الشباب لهم دور رئيسي في هذا الموضوع، وإحنا يعني رسالتنا إلى الشباب لأنه هو العنصر الرئيسي، يجب أن يكون الهدف إن لتوعية هذا النوع أو هذا السن من المجتمع بأنه نركز عليه بمخاطر الإيدز وأهمية الوقاية من هذا المرض، وبالتالي كان دور كبير لهم. أيضا كان دور لمختلف المجتمعات الرياضية، خلينا نقول أو الأندية الرياضية، الاتحادات الرياضية كان لها دور كبير في هذا الكرنفال. نعم. بالإضافة إلى بعض الفعاليات من الرالي، من المؤسسة الجمعية المشي. نعم. أيضا بالإضافة إلى الهارلي، يعني نعم، كافة هذه المؤسسات شاركت بهذا الكرنفال. الهدف منه هو نشر التوعية بأكبر عدد ممكن من جيل الشباب اللي هو مستقبل للدراسة بالخارج الأردن أو للتواصل مع الجنس الآخر، والتأكد من أنه فعلا هناك في مرض خطير يجب أن نأخذ حذرنا. ورسائل التوعية وصلتوها بكل المؤثرات، يعني السمعية، الصوتية، الحركية. كنا قبل شوي عم نحكي مع الدكتور سمير أنه كيف كل شخص منا بتختلف أسلوب وصول المعلومة لإله، فأنتوا يعني دمجتوا كل الأساليب حتى توصلوا بالفعل لكل الأشخاص. التركيز كان على الشباب، بالإضافة إلى نشاطات فنية كانت تتم أيضا من خلال المدرج الموجود، من خلال بعض المسرحيات. أيضا هناك راح يتم في مسرحية من إنتاج وأخونا الفنان السوري سفير نوايا الحسني، اللي أيضا أن تكون جزء من التوعية للمواطنين. إمتى إن شاء الله راح ممكن نشوفها؟ يعني بتعرفي بدها شوية تحضير، وبس إن شاء الله أنه يعني قريبا جدا راح تنعرض هذه المسرحية. نعم. ويكون لها أيضا المحافظات تكون لها دور أيضا بالتوعية، أنها تركز في عمان. محافظات لها دور رئيسي أيضا في موضوع طبعًا التوعية ونشاطات الجمعية مع وزارة الصحة في مختلف محافظات. بالإضافة لزي ما تفضلت حضرتك مدرج الإبداعي، وفي عنا إبداع تصويري، يعني الفنون بشكل يعني عام. نستفيد من الرسومات والهواء من الهواة الرسم بأنهم يعني يترجموا أخطار هذه الأمراض من خلال الرسومات، اللي أيضا بتساعد أنها توصل هذه الرسالة. يعني مبادرة غير تقليدية، إن شاء الله يا ربي أنه بالفعل تزيد الوعي من خلال هاي الطرق الغير تقليدية. بدي أرجع لك دكتور بسام، كنت ذكرت حضرتك سريعا أهم الأسباب اللي ممكن أنها تؤدي لمرض الإيدز، لكن إذا بنتحدث عن أعراض ممكن نحكي عن طرق وقاية كمان، هيك رسائل توعوية الصبح، وبنفس الوقت ذكرت أنه يعني في دواء بتعايش المريض مع مرض الإيدز ممكن لمدة 20 أو 30 سنة. يعني احنا في فرق بين الشخص اللي بيحمل الفيروس. نعم. واللي لا تظهر عليه اعراض، وفي الشخص المريض اللي تظهر عليه اعراض. احنا اللي بخوفنا اللي بيحمل الفيروس بدون اعراض، لانه بكون مواطن عادي في المجتمع، وهذا القانون كفل له حقه وما خوف الناس منه، لانه هو يحتاج انه يكون بياخذ معلومات. حتى العلاج الموجود المتوفر حاليا هو علاج بخفف من الفيروس الموجود في جسمه، وقد بيوصل انه الشخص يستطيع الزواج ويستطيع ان يعني يعيش في اسره ويستطيع العمل. هلا احنا بنعمل ورشات عمل مع منظمه العمل الدوليه بحيث نوصل الى حقوق هذا المتعايش. نعم. والى حقوق الاسره مع الشخص المتعايش، بحيث هو ان يكون بيعيش حياته في مكان العمل. لانه المرض هذا ما بيعدي عن طريق المجالس، عن طريق الاكل الشرب في مطعم يقدم اكل، هو طريقه واضحه اللي هي عن طريق الجنس. نعم. وعن طريق الدم، وبياخذ احتياطاته المختلفه. حتى احنا المرضى اللي بيجوا من برا يتعالجوا عنا بالسياحه العلاجيه هو مجرد عزل بسيط زي الامراض المعدية الاخرى، بل بالعكس التهاب الكبد من نوع باء الفيروسي اخطر 210 مره، وبينتقل. نعم. للجسم 210 مره اصعب من الايدز. وبالتالي الايدز قد ما هو انه مرض قاتل، لكن هو حاليا نتمنى انه البحوث اللي ماشي انها تصل الى فاكسين، الى مطعوم. اذا وصل لمطعوم بيكون المطعوم هو اساسي سيد الطب لحد ما نوصل طبعا لمطعوم، ودائما العفه هي يمكن الأساس. الأساس هي المشكلة في طرق الممارسات خارج نطاق الزوجية. يعني
يعني خارج نطاق الزوجية، هذا اللي احنا بنحب يعرفوه الشباب. وعشان هيك المهرجان لما كان هو مهرجان مسابقات، مهرجان جوائز، مهرجان شباب، مش بس الشباب، كان الأسرة، لأنه هذا مرض بصيب كل الناس، صح. لا فقير ولا غني ولا كبير ولا صغير، بشكل عام يعني ما لا بعرف لا غني ولا فقير، هو مهرجان يعني كامل بكافة الأعمار، مختلف الأعمار. ما أنه كنا عم نتحدث عن الشباب، في مركز بتمتع بسرية تامة لكل الشباب اللي بالفعل بيحبوا يعملوا فحص أو ياخدوا مشورة، اللي هو فحص أو مركز المشورة والفحص الطوعي. احنا هذا مركز المشورة، بتعرفي لانه هذا مرض لسه بالمجتمع بحاجة الى توعي وتثقيف الشخص، لانه رابط الموضوع بالامراض المنقولة جنسيا، وبالتالي هو بخاف يفصح عن نفسه، وبناء عليه مركز المشورة والفحص الطوعي هو مركز يتميز بخصوصية وتميز بسرية تامة، بيتصلوا فيه الناس محفوظ، ما حدش بيسأل لا عن هويتك ولا عن اسمك ولا كذا، احنا مجرد نعينه بحيث انه اذا في اي ممارسات سلوكية خاطئة يتم فحصه، وبالتالي بعد الفحص لانك اذا قدمت له العلاج راح يعيش حياته بشكل طبيعي. فالمركز المشهور هذا بيعمل يوميا من الصبح للساعة 3. في رقم بنقدر نمرقه على الشاشة؟ 5677334 5677344. نعم، وبالتالي هذا الرقم، وبعدين ممكن يعني يطلب وزارة الصحة 5200-230. نعم، الشخص هم بوجهوا للطريق السليم. لكن احنا حتى المرضى، يعني احنا ورشاتنا العمل مرضانا أو اللي سمناهم المتعايشين، نعم، هم حاليا بيجوا بيحكوا تجربتهم متصالحين مع الوضع، أو في يعني بيشتغلوا معنا في البرنامج، نعم، لدرجة أن احنا بجوز الدول من أوائل الدول اللي عملنا جمعية للمتعايشين وأمناهم بالتأمين الصحي المجاني، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية عمالهم بياخذوا معونة، لأنه بتعرفي لسه في وصمة وفي خوف، صح، إنه ما يتعين الشخص، المحاربة بالنهاية للمرض وليس للمرضى مثل ما كنا المريض متحدث. يعني أحرام مرات تحكي شو ذنبه واحد بكون برا وعمل عملية وتعرض لدم ملوث في الخارج وإجا عاد زوجته، لأنه عندنا عدد المتزوجين المصابين يعني يشكل 40% من مجموع الإصابات، كثير كبيرة، مش بس يا عزاب وعمال بمارسوا ممارسات خاطئة. بدنا ننتقل لحضرتك دكتور طاهر، وإذا هيك أتحت لك المجال هلأ توجه رسالة لقادة ورواد الأعمال اللي موجودين عندنا بالأردن لدعم جمعية أصدقاء الصندوق العالمي ودعم الجمعيات الأخرى والمبادرات الإنسانية اللي بالفعل أهدافها كتير نبيلة كتير قدسية، بالنهاية التأثير بعم الإيجابي بعم على الجميع، وحتى بخفف عبء اقتصادي على البلد لما إحنا بنحارب مثل هاي الأمراض. يعني الواقع أنا بقول إنه التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هو تشاركي وتكافلي، وما بنقدر نقول والله إنه نرمي كل الحمل على وزارة الصحة، طبعاً هي مسؤوليتها، نعم هي مسؤوليتها، ولكن أيضا لابد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية، رجال الأعمال، غرفة التجارة، غرفة الصناعة، جمعيات البنوك، الشركات الكبيرة، نعم، يجب أن يكون لها دور بتنمية المجتمع وحمايته صحيا من خلال أن تقوم بدعم هذه الجمعية، نعم، لنتعاون مع بعض لنشر الوعي، وأهداف هذه الجمعية أن تتم من خلال الدعم الكامل لهذه الجمعية، وإحنا كجمعية منفتحين لكافة الأطياف وكافة المؤسسات، نعم، أن تأتي وتطلع على أعمالنا ونشاطاتنا وآلية الدعم كيف يوجه، صح، ولمن يوجه، وبالتالي يعني بناشدهم أنهم فعلا يكون لهم دور رئيسي بالتعاون مع وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة لوحدها لا تستطيع أن تقف لوحدها أمام محاربة الأمراض السارية ومنها الإيدز والسل والملاريا، فبتمنى عليهم أنهم فعلا يقوموا بدعم حقيقي لهذه الجمعية اللي لها دور ريادي ورئيسي ونبيل بحماية مجتمعنا اللي بيؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادنا وحماية أهلنا من إن شاء الله. يمكن الكلمة الأخيرة معك دكتور بسام، نرجع نذكر بفعاليات اللي بدها تقام بمعان، حكينا بجامعة الملك حسين بن طلال، وهي تحت معالي وزير الصحة، بعد بكرة الأربعاء الساعة 11، نعم، عازمين عليها طبعا قادة المجتمع والمهتمين بالموضوع، التمريض، الأطباء، بحيث أنه لهم دور أساسي في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وتوعيتهم. نعم. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سيحضر
هذا الاحتفال، سيحضر من القاهرة مع الدكتور حسين الجزائري. نعم. وطبعا النواب، احنا داعين النواب اللجان الصحية، لانه زي ما حكى مع والشباب الدكتور لازم يكونوا، انه احنا مش بس تبعيات صحية على المرض. نعم. هي في تبعيات اجتماعية واقتصادية وإنسانية وأماكن العمل، بالإضافة للإنسانية. نعم. يعني في دور كبير، نتمنى أن تكون يعني درس هذه لكل الناس إن شاء الله. ونتمنى أنه يعني الثقافة الأساس، عاملين نشرات احنا توعية بهالمناسبة. نعم. عاملين بوسترات راح تتعلق في كل مكان، ويعني إن شاء الله جهودكم مشكورة. يعني نعم. نشكر وجودكم معنا أيضا إحنا اليوم في برنامج يوم جديد. ما بعرف في كلمة أخيرة حاسة في حكي؟ لا أبدا. بشكر بشكر تلفزيون الأردن. أهلا وسهلا فيك. واجبنا بتيح من خلال هذه البرامج التواصل مع دوره أساسي هذا الوطن. يعني هذا واجبنا بالإعلام إنه نكون شركاء مع الجهات المختلفة لنشر التوعية أيضا بالأسلوب دائما اللي بنقدر عليه. أهلا وسهلا فيكم معالي الدكتور طاهر الشخشير، وحضرتك أمين الصندوق في جمعية أصدقاء الصندوق العالمي، معالي اسم الجمعية الطويل لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودكتور بسام الحجاوي شرفنا ومشرفنا دائما في برنامج يوم جديد، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ومدير البرنامج الوطني أيضا لمكافحة الإيدز. وإحنا رح نبقى بأجواء كرنفال التراحم، ومع المشاهدين الآن رح نتابع أغنية إنسان. هالأغنية ألفها وكتبها فنان وشاب صاعد زيد حمارنة تحديدا بمناسبة يوم الإيدز العالمي، وأيضا يعني طبعا تم إطلاقها في كرنفال التراحم. منشوف أو منتابع الأغنية سويا، ثم إلنا موعد مع المسرح. خليكم معنا. عم تشكي وبقول كلامي شو راح يزيد، وانا لحالي شو راح افيد لو انا ما حكيت غيري بيحكي. بسمي الناس غريب صديق، بمشي كل يوم نفس الطريق، بشوف بعيوني ناس عم تشكي بقول كلامي شو راح يزيد، وانا لحالي شو راح افيد لو انا ما حكيت غيري بيحكي. سألت حالي سؤال، لو كل الناس كانوا زيي، لو كل الناس ضلوا ساكتين عجروح اخوانهم مش سألين، من فينا راح يكون اسمه انسان؟ لو كل الناس ضلوا ساكتين عجروح اخوانهم مش سألين، من فينا راح يكون اسمه انسان؟ احنا الشباب ايدنا فهمين، خلونا نعيش كل العالم اخوان، واحنا اللي راح نطير ونسير. احنا الشباب ايدنا فهمين، خلونا نعيش كل العالم اخوان. احنا الشباب ايدنا التغيير، خلونا نعيش كل العالم اخوان، احنا اللي راح نطير ونسير. احنا الشباب ايدنا التغيير، خلونا نعيش كل العالم اخوان. سألت حالي سؤال، لو كل الناس صاروا زيي،